حقن او حقول الغام تحديدا نتيجه الحرب العالميه الثانيه، وانتهينا من هذه الاعمال في منتصف عام 2016، وبدا معاها تنفيذ المرحله الاولى من مدينه العالمين الجديده، وان احنا يعني كاملين فيها طبعا الى 2024. وايضا يعني ادتنا فرصه كبيره جدا ان احنا طبعا يبقى في عندنا اخطاط تنمويه اخرى من خلال القطاع الخاص زي مدينه راس الحكمه، ودي احنا بنعتبرها مرحله جني الاستثمارات. يعني الدوله المصريه الحقيقه تقدر العديد من الاستثمارات في هذه المنطقه، واحنا حاليا دلوقتي في مرحله جني الاستثمارات في مشروعات القطاع الخاص، وابرزها طبعا مشروع راس الحكمه، وايضا المشروعات المحيطه بالارض الضبعه. ده طبعا مش شرط بيوضح المراحل نفسها بتاعت التنميه، هو التيكر بس للاسف الريسبونس بتاعه ضعيف شويه. لو ممكن نقلب ال ال الازرق، طبعا بعد ما اتكلمنا على الرؤيه العامه فيما يخص مدينه الساحل الشمال الغربي، هنتكلم عن مدينه العالمين الجديده واللي بدانا فيها بنهايه عام 2016. طبعا مدينه العالمين الجديده بتقام على مساحه 48,000 فدان، وبتستهدف 1,600,000 نسمه. وطبعا المرحله الاولى 14,500 فدان، طبعا يعني في حجم استثمارات دلوقتي حتى تاريخه حوالي 240 مليار جنيه ما بين الاستثمارات الحكوميه واستثمارات القطاع الخاص من خلال 126 مشروع تحديدا. طبعا عندنا مجموعه من المشروعات اللي بيتم تنفيذها داخل مدينه العالمين، ابرزها الملمع الرئيسي لاند مارك بتاع المدينه، هي مجموعه ابراج شارع الداون تاون الموجوده جنوب الطريق الدولي الساحلي، خمس ابراج بتقدم 2000 ان احنا في البحيره، وتشغيل جزء من هذا المشروع لنهاية الصيف القادم بأمر الله تعالى. طبعا معانا أيضا مجموعة من المشروعات الأخرى بتمثل حوالي 40,000 وحدة سكنية، مشروعات الإسكان المتوسط، إحنا بنتكلم عن فوق المتوسط، عندنا مشروع سكن لكل المصريين الحقيقة، ده أحد المشروعات اللي هي بتقدم نموذج مشروع سكن لكل المصريين بمحوره المتوسط تحديدا داخل المدينة، عندنا حوالي 8,000 وحدة سكنية، بالإضافة طبعا المشروعات اللي هي السكنية الأخرى اللي بتقدم أو بتخاطب الشرائح الأعلى، شرائح فوق المتوسط والإسكان الفاخر زي مشروع الحي اللاتيني ومشروع داون داون، مشروع مزارين وغيرها من هذه المشروعات. ده طبعا نموذج لمشروع الحي اللاتيني تحديدا بالنمط الميديتيريان المميز، في مشروعات سكن كل المصريين، الإسكان المتوسط والاجتماعي، ده الإسكان المميز بالطابع الساحلي. ايضا مش مجرد بس الوحدات السكنيه، احنا بنقدم مشروعات متكامله الخدمات سواء داخل المناطق السكنيه او المشروعات الترفيهيه والخدميه زي مشروع المول نورث سكوير اللي احنا حاليا فيه دلوقتي، طبعا ده احد المشروعات التجاريه والترفيهيه الهامه بالنسبه لنا، واللي نسبه اشغاله دلوقتي حوالي 60%، ومستهدفين ان شاء الله ان احنا نزود النسبه دي في الفتره الجايه. عندنا المنطقه التراثيه برضو، والحقيقه يمكن فيها مجموعه من الفعاليات اللي بتتم حاليا دلوقتي على المسرح الروماني من خلال الحقيقه مهرجان العالم عالمين، وفرصه ان احنا نشكر كل القائمين والمشتركين والمنظمين لهذا المهرجان. عندنا طبعا دور السينما اللي اشتغلت برضه الحمد لله خلال الفتره الاخيره. طبعا الخطه الاستراتيجيه بقى اللي احنا الحقيقه يمكن فكرنا فيها عشان نخلي مدينه العالمين هي مدينه طول العام، ونكسب الحقيقه العديد من الاستثمارات داخل هذه المدينه واللي بيها بيحصل تنميه عمرانيه كاملة. حطينا مجموعة من الإجراءات اللي احنا اشتغلنا عليها خلال الفترة الوجيزة دي يمكن خلال الشهر الماضي. طبعا كنا مستهدفين تشغيل عديد من الأنشطة التجارية زي النورث سكوير، وزادت طبعا الإشغال اللي فيه، الأنشطة اللي هي موجودة داخل المدينة التراثية، الفعاليات بتاعت مهرجان العالمين كله بالكامل، الخدمات الإقليمية زي الجامعات برضو، احنا عندنا جامعتين موجودين طبعا، جامعة العالمين الأهلية والأكاديمية العربية، والحقيقة يمكن في دفعة هيتم تخريجها ان شاء الله اول دفعه العام القادم، ودي طبعا فرصه حاجه كبيره جدا. استهدفنا برضو المنطقه الصناعيه، واللي احنا نحقق نسبه مبيعات كبيره جدا في المنطقه الصناعيه وصلت ل 50%، واحنا مستمرين ان شاء الله، واحنا شايفين طبعا بوجود مناطق صناعيه طبعا احنا اخترنا الانشطه بعنايه بحيث انها ما تكونش ملوثه للبيئه، بالاضافه طبعا لتسليم حاجزي المحلات السكنيه، احنا شايفين ده برضو
يعني احد المحاور الهامه اللي ليها يبقى في اقامه كامله طوال العام. وطبعا الخطه المستقبليه ان شاء الله ان احنا في نهايه الصيف